أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية صحة المعلومات الواردة حول تعرض طائرة شحن أوكرانية لقصف أثناء تفريغ حمولتها من المساعدات الخيرية المقدمة من الصليب الأحمر في مطار مصراتة في ليبيا. وأصدرت الخارجية بيانا قالت فيه إن الطائرة دمرت بالكامل نتيجة القصف الذي تسبب بإصابة أحد أفراد الطاقم بجروح طفيفة، وتم نقل أفراد الطاقم إلى مكان آمن. ووصف نائب وزير الإعلام ديميتري زولوتين قصف الطائرة الأوكرانية بأنه استفزاز يقف خلفه الكريملين ويهدف إلى تشويه سمعة أوكرانيا في الساحة الدولية، متهما إياها بتجارة الأسلحة.